إذا قررت اللجوء لحسابات المنطق قبل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فإن الترشيحات كلها كانت تصب في صالح الزمالك والوداد للتأهل عن المجموعة الرابعة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد يفقد البعض الأمل في فرصة التأهل بعد النتائج الأخيرة في أول جولتين. لكن إذا عدنا لحسابات المنطق فإن المنافسة على بطاقتي التأهل ما زالت حلما مشروعا لكل فرق المجموعة، وإذا آمن الزمالك بحظوظه ووثقت الجماهير في قدرة الفارس على العبور، فإنه يمكن القول بثقة أنه في دوري أبطال إفريقيا الزمالك قادر على صنع المستحيل. وإذا أردت الدليل فإنه في الماضي القريب قاتل الفريق في كل الجبهات وفي أصعب المواسم، نجح في اقتناص البطولات في الموسم الماضي على سبيل المثال للحصر، توج الزمالك ببطولة الدوري بعد سباق طويل بالرغم من أن البعض شكك في قدرة اللاعبين على الحسم، وفي الموسم الحالي ما زال المشوار في بدايته والحلم لم ينتهي.